لم تقتصر الثورة على ساحات عواصم المدن الرئيسية، سافرت الأفكار إلى مختلف المناطق، ونمت أشجار الحرية ومطالب الديمقراطية في القرى البعيدة. خرج الناس مرددين شعارات الثورة في جبال وأودية، ما كان لأحد أن يتوقع أن تصبح تلك الأرض مساحة للتعبير الجمعي عن الإرادة. عرف أهالي الريف أنهم جزء مما يحدث في ساحات المدن، لم يطلب منهم ذلك ولم ترسل إليهم الإرشادات أو التوجيهات. كان لوسائل التواصل دور في ضبط توقيت الخروج، لكنها لم تكن بوصلتهم. انتشرت المظاهرات في الريف حاملة الكثير من الأسئلة. عرفت صحاري الجوف ومأرب وحضرموت المظاهرات السلمية، وعلقت البنادق في المنازل. خرجت القرى من عيبان إلى حيفان وشقت طريقها في مسيرات الحرية. رفعت غصون الأشجار في مناطق، وفي أخرى توزع المعبرون عن تضامنهم مع ثورة فبراير في الشعب. أصبحت القرى مهبطا جديدا للثورة ومستقرا لأبنائها الذين يموتون على أيدي قتلة المتظاهرين في المدن. أعيدت أجساد كثير من أبناء تلك القرى إلى مسقط رؤوسهم، وساد شعور عميق أن ما يحدث في المدينة البعيدة يصل صداه إلى المباني المعلقة في الجبال، لتؤكد أن الثورة حينما تنطلق في الشوارع لا تقف دونها المنحدرات.